أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ونور قلبنا محمد صلى الله عليه وسلم. نحييكم بتحية الإسلام، وها نحن عدنا مع مفادة الموسم الذي عودناكم عليها كل يوم جمعة من هذا المسجد، هذا المسجد الطيب الطيب الذكر، مسجد عمر المختار من قرية يافة الناصرة. مفادة الموسم لهذا اليوم المبارك يوم الجمعة، التاريخ 12/5 أيار مايو عام 2017 الميلاد، الموافق 16/16 شعبان 1438 الهجرة. ونحن نقترب رويدا رويدا من شهر رمضان المبارك الذي سيبدأ عبرته في 27 من هذا الشهر المبارك. وها نحن قد بدأنا بالعد التنازلي من شهر رمضان المبارك، وها نحن الأمة الإسلامية تستقبل تودع شعبان ونستقبل شهر رمضان بعد حوالي 13 يوما أو 14 يوما بإذن الله سبحانه وتعالى. رمضان كريم نقول لجميع الصائمين والصائمات بإذن الله سبحانه وتعالى. مفادة الموسم نقدمها لكم من هذا المسجد الطيب الذكر كما ذكرت بالمقدمة، هذا المسجد الطيب الذكر مسجد عمر المختار من قرية كافة الناصرة، لهذا اليوم المبارك يوم الجمعة، التاريخ 12/5 أيار مايو عام 2017 الميلاد، الموافق كما ذكرت الموافق 16 شعبان 1438 هجري. مفادة الموسم رقم 12. مفادة الموسم رقم 12 نبدأها بتلاوة عطرة من القرآن الكريم، يليها أنشودة بإذن الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر
لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنه إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعملون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون.
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغضب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصلته التي تقويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق
وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى إن الله على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر
إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بلى إن الله على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يطول. كل من يمشي يقول كن شفيعي يا محمد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على نبينا جمعا يا حاضرين هو المشفع فينا
على الصراط اهدنا، صلوا على نبينا جمعا يا حاضرين، هو المشفع فينا على الصراط اهدنا. قمر 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 سيدنا النبي قمر، وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. قمر 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 سيدنا النبي قمر، وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. اللهم صل على المصطفى صلاة تدوم ولا تنقضي، ويا ربي صل على المصطفى صلاة تدوم ولا تنقضي. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا ونور قلبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا رب العالمين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين وبقوتك يا قوي يا متين. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بين أيديهم سالمين يا رب العالمين. اللهم إني أسألك رضاك والدرجات العلى، اللهم إني أسألك رضاك والفردوس الأعلى، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أجرنا من النار ومن خزي النار ومن فضيحة النار ومن كل عمل يقربنا من النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، واحشرنا مع زمرة المصطفين الأخيار، وأسفل علينا ثوب سترك يا ستار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم اجعلنا وللمسلمين والمسلمات من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا يا كريم. ربنا لا تدع في يومنا هذه وفي ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ظالما إلا قهرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا دينا إلا قضيته، ولا سجينا إلا أطلقت سراحه يا رب العالمين، ولا غائبا إلا إلى أهله رددته يا رب العالمين، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لنا في رضا ولا كفي صلاحا إلا قضيتها لنا يا رب العالمين. اللهم نسألك حسن الختام، اللهم نسألك حسن الختام. ربنا توفنا إليك وأنت راض عنا، اللهم ربنا توفنا إليك وأنت راض عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك يا قوي ويا متين. اللهم ربنا يا ذا الجلال والإكرام احفظ هذا المسجد، هذا المسجد الطيب الذكر، مسجد عمر المختار من قرية يافت الناصرة، احفظه يا ربنا بعينك الذي لا تغفل ولا تنام. اللهم احفظ المسجد الأقصى من مآور المحتلين الغاصبين، واحفظه يا ربنا من رجسهم وردهم يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قدرت وقضيت، فإنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، وأنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا عن طاعتك مولانا من الغافلين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وأحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم هذا إقبال نهارك وأدبار ليلك وأصوات دعاتك، فاغفر لنا وتقبلنا يا ربنا فيما جرت به المقادير. اللهم هذا الدعاء منك الإجابة،
ومنا الجهد عليك التكلان، فلا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى مخلوق إلا إليك يا رب العالمين، إلا إليك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك حسن الختام، اللهم إنا نسألك حسن الختام. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. دعوناك يا ربنا كما أمرتنا، استجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى اللهم على سيدنا وحبيبنا ونور قلبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم. مفاجأة الموسم إخواني أخواتي في الله قدمناها لكم من هذا المسجد كما ذكرت في المقدمة، وأذكره أيضا في النهاية، هذا مسجد طيب الذكر، مسجد عمر المختار من قرية يافة الناصرة. هذه القرية التي أحبها وأكرر أحبها وحب أهلها وأطفالها الصغار وأطفالها الصغار كثيرا كثيرا جدا جدا. أود ألتقي بحضرتكم إن شاء الله تعالى يوم الجمعة القادم مع مفاجأة موسم جديدة. قبل أن أنهي أهنئ ابن أخي محمد عماد العيدات بمناسبة التخرج من صف الثاني عشر، نقول لك يا محمد قدما وللأمام. وهنئ كمان بنت أخي سوار أنور عيدات، أقولها يا سوار كمان أنت قدما وللأمام بمناسبة تخرج الصفوف الثاني عشر. الاحتفال كان يوم الثلاثاء الماضي قبل ثلاثة أيام. نقول لجميع الطلاب والطالبات الصفوف الثاني عشر كل عام وأنتم بألاف ألف خير وقدما وإلى الأمام. كما بعد حوالي 40 يوما سيخرجون الروضات البساتين والصفوف الابتدائية من المدارس في آخر شهر 6 بإذن الله سبحانه وتعالى. نقول لهم أيضا كل عام وجميع ألف ألف خير. ونقول أيضا نحن مقبلين على الصيف، نقول الجميع سيكون لنا إن شاء الله تعالى صيفا آمنا بإذن الله سبحانه وتعالى. أعود وألتقي بحضرتكم إن شاء الله تعالى يوم الجمعة القادم في نفس المكان والزمان في هذا المسجد، هذا المسجد الذي أحبه وأكرر أحبه كثيرا كثيرا، مسجد عمر المختار من قرية يافة الناصرة. وهذه القرية التي ذكرته قبل قليل الذي أحبها وحب أهلها كثيرا كثيرا وأطفالها الصغار وأطفالها الصغار كثيرا كثيرا جدا جدا. وقول لأهل يافة الناصرة دربات على أولادكم، دربات على أولادكم من الشمس وحر الشمس الشديد. هذه تحيات مصطفى عيدات، أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.